انطلاقة سليمة مشاهدينا متابعينا الكرام لثاني أشواط صباح هذا اليوم، وهو الشوط الأول الخاص بالجعادين في مسافتنا المعتادة والمقررة وهي الكيلو ونصف الكيلو، مع هذا السن سن الفطامين السن الأصغر والأجمل في هذا العالم الساحر. ننطلق بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة ورهني اللي قاد المجموعة شاهين لعبد الله بن سالم الخريباني النعيمي، ولكن أرى الحنيش مع المركز الثاني لحمود بن محمد بن وني الوهيبي ينطلق مع المركز الثاني. ثالث التحديات أرى الخلاوي لعامر بن سعيد بن علي الوهيبي، والقدوم القدوم والتسلل مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الرابع، مع المركز الرابع، مع التحديات المثيرة، مع الانطلاقات الرائعة، مع الاندفاع المتميز في أول أشواط صباحي هذا اليوم مع الجعادين. ولكن أرى أيضا الشامي لمنصور بخميس بن فايل الكاسبي، والانطلاق ايضا من مجازف لغانب بن ناصر الخميسي. من بدا يتسلل، بدا يجازف في هذه اللحظات، ولكن شاهين على الصداره، شاهين على راس الحرب منذ البدايه. عبد الله بن سالم الخريباني النعيمي يتابع انطلاقه شاهين، ولكن التحديات ايضا من الخلاوي لعامر بن سعيد بن علي الوهيبي اللي بدا يتسلل مع المركز الثاني، ولكن شاهين صامد على المقدمة رغم أيضا التحديات والإثارة والميتين متر النهائية. وشاهين هو الأقرب، بدأ يباعد المسافة، بدأ بالانطلاق المتميز عبد الله بن سالم الخريباني النعيمي متابعا منطلقا مع شاهين في أول أشواط الجعادين في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس بينما اللي وصل مع المركز الثاني الخلاوي لعامر بن سعيد الوهيبي، المركز الثالث مخلاب لسعيد بن محمد بن قضيب العليلي، المركز الرابع الشامي منصور بن خميس بن فايل الكاسبي، والمركز الخامس لغانب بن سيف بن ناصر الخميسي. هذه النتيجة، نعود بالتهنئة مشاهدينا متابعينا الكرام لمالك شاهين عبد الله بن سالم الخريباني النعيمي، ياتي بتوقيت زمني مقداره 2:09. تهانينا والناموس.